السلام عليكم، أنا اسمي فاطمة عموري مرعي، أنا عمري 6 سنين. كنا بلدة كفر سجني وصاروا يقصفونا فيها، وبعد ما صاروا يقصفونا فيها انتقلنا المخيمات. كنا بالخيام وقت تمطر الدنيا كنا نطوف، والغراب بالخيمة كان يعبين المي وبالشمس كانت العالم كلها تصير مي من العرق. وبعدين نقلونا من الغرف نقلونا من الخيم عمرونا غرف وتحسنت حالتنا الحمد لله. نحن نشكر جمعية استراليا أنكر نشوني. السلام عليكم، أنا أم محمد من سكان جبل الزاوية. نزحنا من جبل الزاوية بسبب القصف اللي صار على ضيعنا، وإجينا على المخيمات. جيت على مخيم بابسقة. أول ما سكننا بخيام، الخيام عبارة عن مشمعات والأرض تراب. تحملنا يعني إجينا نزحنا برمضان، صلنا سنة هون تقريبا، يعني قعدنا على التراب. الخيام كانت شوب. أول شيء بالنسبة للنظافة، يعني كنا قاعدين على التراب، هلق بيوت أنظف، الكهرباء متوفرة والمي متوفرة، يعني حتى شوب مثل الخيام ما في. السلام عليكم، أنا اسمي آمني من إحسم. نزحنا من الطيران على الخيام. قام المدير وكل هالعالم عملونا غرف وقعدنا فيها، بيجيبوا لنا مي وكهرباء وبيوزعوا لنا أغراض للعيد. برمضان بيوزعوا لنا وجبات وخبز ومي حتى نشرب. بالغرفة على القليلة عندنا مروحة، على القليلة بورد فيها مشان الأمطار. عنا وزعوا لنا حرامات وفرشات مشان الأمطار والبرد. جزاك الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. We are here in the north of Syria, in the countryside of Idlib city in Babeska. Due to the suffering of our displaced families in the camps and their inability to live in the tent, which lacks the minimum requirements for living, Australian International Aid submitted a residential project to accommodate widows and orphans. The project includes 61 rooms equipped with kitchen, bathroom, electricity and water, provided with a mosque, school and institute for teaching and memorizing the Quran, serving water and bread daily, food basket and cleaning basket monthly. We thank Australian International Aid for their work. We hope that they continue in supporting us. الأخوة في جمعية أسترالي انترناشونال ايد قاموا بإنشاء 61 غرفة سكنية مخدمة من كهرباء وماء. أنشئت هذه القرية بعد جهود الأخوة المتبرعين. تم تقديم الكهرباء والماء والخبز بشكل يومي للقرية. كما يوجد هناك داخل القرية مسجد ومدرسة ومعهد. أيضا القرية مخدمة بسلة شهرية، سلة غذائية وسلة نظافة. نشكر الأخوة في جمعية International Aid والمتبرعين، ونطلب منهم المزيد من بناء غرف سكنية بسبب حاجات عوائل أرامل وأيتام للسكن. جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.